برأيك إيران هل ما زالت تمتلك ذات القوة في المفاوضات أو مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا الذي حصل معها، وبالتالي ستقبل أو ستتنازل عن كثير من النقاط التي كانت تتمسك بها في المفاوضات السابقة؟ نعم، إيران يتراجع دورها بالطبع وتخسر، ولكن أيضا اسمح لي أن أعلق على موضوع مستقبل العراق ودور العراق. يعني هناك بعض البعض يتكلم عن لبنانة العراق أو عن عرقنة لبنان. يعني هناك نوع من التأثر بشكل مباشر أو غير مباشر في موضوع الساحة وقوى الصراع، لكن العراق أكبر من لبنان. آخر إحصاء دل على ما يتجاوز 50 مليون نسمة، والعراق بلد عنده ما ليس عند العرب الآخرين، عنده المياه وعنده النفط والطاقة وحتى طاقة كثيرة غير مكتشفة. كأصلا العراق استهدف، والعراق استهدف منذ السبعينيات على التوالي. القصة كبيرة لسبب مهم، لأن فعلا القلب النابض للعالم العربي هو العراق. وبالفعل عندما ذهب العراق جانبا مع سقوط بغداد في العام 2003 سقط النظام الإقليمي العربي، ولذلك العراق هو المفتاح، ومن هنا هذا الصراع الحاد على العراق. يعني من الغريب العجيب إن كان في مسألة الطاقة والمياه وكل شيء، يعني يجعلون العراق كأنه يعني بلد بحاجة لتركيا أو بحاجة دائمة لإيران، لا غير مسموح له أن يلعب في محيطه العربي. هناك أيضا معضلة كبيرة لاسترجاع القرار الوطني العراقي. وبالنسبة لكل الإقليم، إيران في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن، هي ليست مع الدول، هي مع هياكل الدول، هي مع الميليشيات. لماذا؟ كي يبقى دورها، كي يبقى محورها. أظن أميل للاعتقاد بأن الولايات المتحدة التي هي سهلت الأمور لإيران مديدا، لكن الآن يتضح لها أن ذلك ينعكس عليها لأنه يضر بأمن إسرائيل. إذن من أجل إسرائيل سيضرب المحور الإيراني فيما يمس أمن إسرائيل، أي بالطبع ما كان يسمى في الماضي الجبهة الشرقية في وجه إسرائيل.